قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن العراق لم يقضي على الفساد حتى الآن. ودعا الجبوري في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر الباقرين الدولي، دعا العراقيين للخروج في تظاهرة مليونية في يوم الانتخابات من أجل التغيير، مبينا أن متطلبات إرادة التغيير التي يسعى إليها العراق لا يمكن أن تتحقق من خلال التذمر، وإنما تتطلب تغييرا ثوريا انتخابيا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الملك الحسيني مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب. أهلا بك سيد عبد الملك في حصادنا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك ولقناتك الموقرة. أهلا بك. يعني بداية نتحدث عن ما قاله رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في البيان الأخير إن العراق فشل في القضاء على الفساد. يعني هذا الحديث هل يعني أن الفساد اليوم هو أقوى من القانون في العراق؟ شكرا جزيلا. يعني الحقيقة هي إشارة أشار إليها السيد رئيس مجلس النواب من خلال حديثه عن موضوع الفساد، هو تحدي الحقيقي، التحدي هو أخطر من الإرهاب. الآلة العسكرية لم تستطع أن تفعل فعلها مع الفساد كما فعلت مع الإرهاب، لذلك هو يتحدث عن واقع ويشخص واقع موجود، واقع حقيقي. الشمس الساطعة هي أكبر من أن يغطيها غربال. عندما نتحدث عن القضاء على الفساد علينا أن نبحث عن معطيات موجودة على الأرض، هذه المعطيات لحد هذه اللحظة غير موجودة. عندما نتحدث مثلا عن الأموال المفقودة من موازنة الدولة منذ عام 2013 إلى يومنا هذا، والتي بلغت مئات المليارات من الدولارات، ربما تتجاوز 500 مليار أو 600 مليار دولار، لو تمت إعادتها إلى خزينة الدولة لأصبح وضع العراق بشكل آخر أو في مكان آخر، ولما عانى الشعب العراقي كل هذه المعاناة من البطالة وصعوبة العيش. إذن سيد عبد الملك، نحن في مرحلة قد شخصنا مكامن الفساد في العراق، هل بإمكاننا فعلا أن نقضي على الفساد؟ هنا يطرح السيد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراق، هنا يطرح أننا يحدد أننا في المرحلة المقبلة بحاجة إلى رؤية جديدة تعزز دور المؤسسات الرقابية في العراق، وأعتقد أن مجلس النواب هو أحد أكبر هذه المؤسسات، وتعد هذه الدورة النيابية التي مضت هي من أكثر الدورات فاعلية في تفعيل قضية الرقابة أو الدور الرقابي من خلال عدد من الاستجوابات التي تمت، التي طالت كبار المسؤولين أو عدد من كبار المسؤولين في الدولة، إضافة إلى عدد كبير من الأسئلة الشفهية، إضافة إلى اللجان التي مارست دور الرقابة من خلال متابعاتها المباشرة للوزارات والمؤسسات التنفيذية. بالنتيجة الرؤية الجديدة يجب أن تكون حاضرة في المرحلة المقبلة من أجل محاربة الفساد، أو على الأقل الحد من هذه الآفة أو هذا السرطان الذي استشرى في جسد الدولة العراقية، والذي يخشى أن يتحول إلى ثقافة مجتمعية ربما تهدد حتى الواقع المجتمعي العراقي. طيب كيف يمكن لرئيس الوزراء محاربة كل هذا الفساد المستشري إذا كان مستشري في كل مفاصل الدولة، والفاسدين يمتلكون ميليشيات وحتى ربما دعم خارجي دولي على مرأى من الجميع؟ يعني هل هذه الرؤية التي تتحدث عنها هل ستستطيع أن تتجاوز التسقيط السياسي، المخالفات من بعض الساسة الذين لا يريدون لهذه الرؤية أن تكتمل؟ لذلك أشار السيد الجبوري إلى الدولة، الإيمان بالدولة ومرجعية الدولة، هذه العبارة التي يجب أن يفهمها كل عراقي يبحث عن الاستقرار والأمان، ويبحث عن بلد متحضر يحارب الفساد ولا يسمح للمفسدين أن يتسيدوا.
لذلك أيضا يعني إضافة إلى دعوتي إلى الإيمان بمرجعية الدولة القوية التي تبنى على أسس المدنية واحترام الحقوق والحريات واحترام المجتمع، والتي يشعر من خلالها المواطن العراقي أن له حقوق تحترم وأنه يستطيع أن يمارس طقوسه وحرياته وأعماله التي يرغب بشكل كامل ضمن إطار القانون والدستور الذي يحميه ويوفر له كامل الحقوق. هذه الدولة هي التي سعى أو يسعى السيد الدكتور سليم الجبوري إلى وضع الإطار العام لها من أجل أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار وأن نبتعد عن مواطن الفساد. طيب، رئيس مجلس النواب سيد سليم الجبوري رفض التراجع عن بناء علاقات جيدة مع الدول العربية، حدثنا عن أثر العلاقات وبناء هذه العلاقات مع الدول العربية على المرحلة المقبلة وأثرها حتى على الانتخابات. طبعا العراق لا يمكن أن يبقى وحيدا وأسير إيرادات خارجية ربما تتحكم بواقعه الداخلي والخارجي. العراق اليوم يجب أن يتحول من البلد الأسير للأزمات والأسير للصراعات الداخلية والخارجية إلى بلد حر يبحث عن مصالحه الذاتية. يجب أن ينطلق إلى الأجواء الخارجية، وأفضل هذه الأجواء هو أن يعود هذا البلد إلى سابق عهده، بلد قوي، إلى الحضن العربي كصانع قرار وليس كبلد تابع. اليوم عودة العراق إلى المحيط العربي يعد انطلاقة حقيقية نحو بناء مصالح مشتركة بين دول المنطقة. لذلك سعى السيد الدكتور سليم الجبوري خلال هذه الفترة المنصرمة وهذه الشهور التي مضت، سعى إلى إيجاد حالة من التفاهم مع الدول العربية، وقام بزيارة عدة إلى مختلف العواصم العربية من أجل نقل الرسالة التي مفادها أن البلد العراق يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة ما بعد داعش. إن لم يستقر وضع هذا البلد سينعكس سلبا على محيطه الخارجي. استقرار هذا البلد وانتعاشه هذا يعني هو هناك نفع وتبادل مصالح مشتركة ستعود بالنفع على معظم البلدان العربية. هناك تجاوب أيضا بشكل إيجابي من قبل عدد من الدول العربية، وآخر زيارة كانت إلى جمهورية مصر الشقيقة كان هناك اندفاع قوي إلى حضور عربي فاعل في المرحلة المقبلة من أجل إعادة الاستقرار في هذا البلد ومن أجل إعادة الإعمار والبنى التحتية، وهذا أيضا بحد ذاته سينعكس إيجابا على الواقع المجتمعي العراقي، يعزز من مرحلة الاستقرار، وبالتالي سوف نجد أن الفساد أيضا سينحسر وسننعم بدولة قوية تحظى باحترام جيرانها، والدول العربية أشقائها العرب سيكونون داعمين لها في هذه المرحلة. طيب سيد عبد الملك، كما تعلم الانتخابات على الأبواب وهناك عزوف كبير من النازحين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، من الصعب أن تقنع النازح الذي يسكن الخيمة أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ليختار شخصا ليمثله، فما هو دور مجلس النواب في إعادة النازحين في الاهتمام بهذه القضية المهمة؟ أولا يعني أنا أسجل اعتراضي على عبارة وجود عزوف من قبل النازحين كما يتحدث بعض النازحين حتى بعض المواطنين. نستطيع أن نقول أو, 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 أو نصحح العبارة ونقول أن أوضاع النازحين لحد هذه اللحظة لم ترتقي إلى المستوى الذي يجعلهم مؤهلين لخوض هذه الانتخابات، أوضاعهم لا تسمح بذلك. هذا الأمر سيعود بنا إلى تعهدات الحكومة الاتحادية التي حددت موعد الانتخابات يوم 12/5 وقالت أن هذه الانتخابات مشروطة، وضعت شروط على نفسها، مشروطة بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، بتوفير بيئة آمنة لهم، توفير حالة الاستقرار في مناطقهم، إعادة البنى التحتية والخدمات إلى تلك المناطق، توفير المراكز الانتخابية ودعمها بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات. كل هذه الإجراءات لحد هذه اللحظة الحكومة
يعني لا تعد يعني موفقة في إنجازها. يعني ألا تعتقد بصراحة سيد عبد الملك، ألا تعتقد أن كل هذه الشروط التي وضعتها الحكومة على نفسها تعجيزية ولربما قريبة من المستحيلة بإنجازها في هذه الفترة القصيرة؟ ليست مستحيلة على المدى يعني البعيد. هذا الأمر يعود للحكومة. الحكومة لماذا لماذا هذه الأمور تعتبر تعجيزية؟ يعني الحكومة إذا في كانت هذه تعتقد الفترة أن هذه المعينة الأمور تعجيزية تحدثت عن موعد معين للانتخابات، فلهذا الموعد الموضوع يبدو بعيدا. الحكومة هي أعرف بقدرتها على فعل كل هذه الأشياء التي تعهدت بها من إعادة النازحين، من إعادة الإعمار، إضافة إلى ذلك عدم السماح للأحزاب السياسية التي تمتلك أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات وسحب الفصائل المسلحة خارج المدن وتولي الجيش والشرطة الاتحادية حماية المراكز الانتخابية. كل هذه الأمور الحكومة مسؤولة عن توفيرها في هذه المناطق المحررة. لذلك النازحين لحد هذه اللحظة يشعرون بالقلق من أن أصواتهم قد تذهب هدراً أو قد تذهب إلى جهات هم لا يرغبون في أن يعطوا أصواتهم لها، لأن هذه تعد مصادرة لإرادة الناخب. بالنتيجة أقول أن النازحين هم حريصون كل الحرص على المشاركة في الانتخابات، ولكنهم متخوفون من مصادرة أصواتهم لجهات لا يرغبون بإعطاء أصواتهم لها. طيب سيد عبد الملك، في سؤال ربما سيكون الأخير. السيد رئيس مجلس النواب تحدث عن أن متطلبات إرادة التغيير تحتاج إلى تغيير ثوري انتخابي. حدثنا، كيف يمكن أن يتحقق هذا التغيير؟ ما الذي يحتاجه العراق اليوم ليحدث هذا التغيير؟ الجمهور يحتاج إلى طمأنة من قبل الحكومة. الجمهور يحتاج إلى 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 أن يشاهد بعينه أن هناك إرادة حقيقية يعني قادمة من أجل بناء دولة رصينة. الجمهور يحتاج إلى أن يطلع على برامج انتخابية حقيقية واقعية تحقق له مراده. لذلك الدكتور سليم الجبوري عندما دعا إلى هذه الثورة الملايينية من أجل أن يخرج جميع من يحق له الانتخاب إلى التصويت، هذه هي الحقيقة شرارة التغيير الحقيقية. لأن العزوف في كل سنة يحصل يؤدي إلى أن يتولى الصدارة أناس أوردوا البلد الموارد وأوصلوه إلى ما نحن عليه اليوم من تراجع ومن إفلاس وما إلى ذلك وتردي اقتصادي وأمني. لذلك دعوته إلى الخروج وإلى أحداث ثورة حقيقية، لأن الشعب عندما يتصرف بإرادة حقيقية يكون الناتج هو ناتج يعود بالإيجابية ويعد هذا الشعب بمستقبل واعد وحياة أفضل من التي يعيشها اليوم. نعم، مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد عبد الملك الحسيني، كنت ضيفنا في الحصاد، شكرا جزيلا لك.